بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم ونحييكم أجمل الترحيب من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، مع تحديات هذا اليوم الخاصة لسن الإجذاع، سن الإبداع والتحدي. هنا على أرضية ميدان الشحانية نتابع شوطنا الرابع الذي انطلق قبل قليل، الخاص للقعدان، والمسافة هي 6 كيلومترات. شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة في آخر أيام هذا السباق المحلي 7 للمرحلة الأولى. نعود مشاهدي الأعزاء ونبدأ بالمركز الأول مع برزان لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، والمضمر فهيد بن علي بن سعيد بن سلعان المري على أول المراكز. ولكن حصل دخول في هذه اللحظات، حصل دخول مشاهدي الأعزاء من قبل الفارس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري. بينما المركز الثاني الفائز لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد آل ثاني، والمضمر عبد الله بن راشد الجربوع المري ينطلق ويغير في هذه اللحظات إلى أول المراكز. بينما المركز الثالث البدع لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري على 3 المراكز. المركز الرابع، رابع المراكز، ملهم لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي آل ثاني، والمضمر سعود بن عبد العزيز بن سالم المري. بينما المركز الخامس مسموح لهجنة الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. ونعود مباشرة إلى أول المراكز لنتابع أول التحديات. هنا شعار هجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا هذا الاسم الجميل مع البدع. هذا هو البدع مشاهدي الأعزاء على أول المراكز. المركز الثاني الفائز لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد بن علي آل ثاني، والمضمر عبد الله بن راشد الجربوع المري. بينما المركز الثالث الفارس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري يتابعه في التضمير. بينما المركز الرابع، رابع المراكز، وصل ملهم لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي آل ثاني، والمضمر سعود بن عبد العزيز بن سالم المري. بينما خامس المراكز، في ختام نداءنا الثاني نتابع المنطلق مسموح لهجنة الشحانية والمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدي الأعزاء النداء الثاني للمراكز الخمسة الأولى. هناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود مشاهدي الأعزاء إلى الصدارة، نعود مع انتصاف المسافة 3 كيلومترات ما يتبقى عن خط النهاية. وهنا البدع لازال هو القائد لهذا الشوط لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم البدع في المركز الأول. بينما المركز الثاني وصل الفائز، يريد الفوز والناموس في هذا الشوط لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد بن علي آل ثاني، والمضمر عبد الله بن راشد بن علي المري. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، وصل الفارس في هذه اللحظات مع 3 المراكز لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري مع 3 المراكز. المركز الرابع، ينضم مشاهدي الأعزاء في هذا النداء السنيار لأول إذاعة، يصل في رابع المراكز لهجنة الشحانية والمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الخامس مسموح لهجنة الشحانية بتواجد المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، مع تحديات شعارات أصحاب السمو شيوخ السعادة في هذا اليوم المميز الذي
نشهد مشاهدي الاعزاء هذه الاسماء الشعارات المنطلقه والباحثه بناموس هذا الشوط. نعود الى اول المراكز، نعود الى المركز الاول. البدع لا زال مبدع في هذا الشوط، لا زال يقدم ابداع مميز بشعار هجنه الشحنيه مع المضمر المميز الذهبي سالم بن فاران المري على اول المراكز مع البدع. بينما المركز الثاني الفايز مع ثاني المراكز لسعاده الشيخ علي بن عبد الله بن احمد بن علي ال ثاني والمضمر عبد الله بن راشد بن علي الجربوع المري. بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء السنيار لهجنة الشحنية والمضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيب يقدم السنيار في المركز الثالث، ويقدم ايضا مسموح في خامس المراكز. كلاهما مشاهدي الاعزاء شعار هجنة الشحنية، بينما خامس المراكز وصل مفوض لهجنة الشحنية مع الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ولكن البدع لا زال مسيطر على هذا الشوط، لا زال محكم القبض على ناموس هذا الشوط. هذا هو البدع على الصدارة كما تتابعون في الكادر الأول، ينطلق خارج السرب ويقدم هذا الأداء المميز البدع على أول المراكز. وهنا أيضا ملازمة من الفايز والبدع في تحدي ثنائي عن اختطاف ناموس هذا الشوط، ولكن البدع صاحب المركز الأول. 1500 متر يا الذهبي، 1500 متر عن خط النهاية. هذا هو البدع على الصدارة لهجنة الشحنية، المضمر الذهبي سالم بن فاران المري ينطلق في المركز الأول. المركز الثاني الفايز لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد بن علي آل ثاني والمضمر عبد الله بن راشد بن علي الجربوع المري مع ثاني المراكز يقدم لنا الفائز. بينما المركز الثالث وصل السنيار لهجنة الشحنية والمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما رابع المراكز المركز الرابع نتابع المنطلق مسموح لهجنة الشحنية، ولكن وصل في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء منفوض لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن نعود مع الكيلو المتر الأخير، يا سلام يا البدع، يا سلام، الله الله الله. نعود مشاهدي الأعزاء مع البدع، لازال مسيطر على هذا الشوط بشعار هجنة الشحنية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. ينطلق ويعلن هذا التحدي مع 800 متر الأخيرة. هذا هو البدع على الصدارة، البدع مشاهدي الأعزاء يعلن الانطلاق الأخير إلى خط النهاية، ولكن الفائز يريد الفوز والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد بن علي آل ثاني عبد الله بن راشد بن علي الجربوع المري المضمر والمتابع لانطلاقة الفائز. ولكن البدع مشاهدي الأعزاء لا زال هو المبدع، لا زال هو المتألق في هذا الشوط مع الذهبي سالم بن فاران المري، يحمل لواء هجنة الشحنية على الصدارة. يا الشعار الأدعم المدعم دائما بالسبق وبالأصائل. هذا هو البدع مشاهدي الأعزاء يعلن هذا التحدي لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. ينطلق بهذا الانطلاق الأخير، الانطلاق المميز، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو البدع مشاهدي الأعزاء، أبدع وانطلق وتألق في مساء هذا اليوم مع الشوط الرابع. تهانينا والناموس لهجنة الشحنية، والتهنية إلى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري على فوز البدع بالمركز الأول. المركز الثاني جاء في مشاهدي الأعزاء السنيار لهجنة الشحنية، المركز الثالث كان الوصول من قبل مفوض لهجنة الشحنية، المركز الرابع جاء في مسموح لهجنة الشحنية، المركز الخامس. المركز الرابع مشاهدي الأعزاء الفائز لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد آل ثاني والمضمر عبد الله بن راشد الجربوعي. بينما خامس المراكز مسموح لهجن الشحنية. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز البدع بالمركز الأول واختطاف ناموس هذا الشوط مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. من قدم لنا في مساء هذا اليوم، قدم لنا موفق في الشوط الأول الرئيس الخاص للقعدان الجذاع ياتي، وقدم أيضا منصورة في الشوط الثالث، وهذا هو البدع يحصد النقطة الثالثة
للمضمر الذهبي سالم بن فران المري وشعار هجنة الشحانية. التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء لحظات التوقيت نتابع عبر قناة الريان لحظة وصول البدع إلى خط النهاية والتوقيت الزمني 9 دقائق وثانية 20 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس لهجنة الشحانية والتهنئة إلى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني جاء في مشاهدي الأعزاء السنيار لهجنة الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والتوقيت الزمني 9 دقائق 26 ثانية و85 جزء من الثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث وصل في مشهد الأعزاء انفوض لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري 9 دقائق 27 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.